وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي صلاح المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية. مساء الخير سعادة المحامي صلاح، ما أهمية هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة فيما يتعلق بإنشاء محكمة تجارية لتسوية المنازعات التجارية؟ مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. لا شك أسعدني اليوم نبأ توقيع سعادة السيد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للمعاهدة مع حكومة سنغافورة لإنشاء محكمة التجارية الدولية في مملكة البحرين، وهو خبر سعيد لا شك، لأنه يعتبر إضافة كبيرة للنظام القضائي البحريني وجود مثل هذه المحكمة الدولية التي تنظر المنازعات الدولية العابرة للحدود، والتي كانت سابقا لا يمكن التفكير في نظرها أمام المحاكم الوطنية، وذلك لوجود أطراف أجنبية غالبا ما لا تثق في المحاكم الوطنية في الشرق الأوسط أو في آسيا، وإنما تذهب مثل هذه المنازعات إلى أوروبا، مثلا في الاي سي سي باريس او في السي اي اي لندن او محكمه تجاريه دوليه في سنغافوره. هذه الاتفاقيه لا شك انها ستضع البحرين في مكانها الطبيعي في حسم المنازعات الدوليه في مملكه البحرين، وبسمعه دوليه مرموقه بسبب ارتباطها بالمحكمه الدوليه التجاريه في سنغافوره. أيضا من ناحية أخرى لا ننسى أن مثل هذه المحكمة ووجودها في البحرين سيفتح الباب للكفاءات الوطنية للعمل في مملكة البحرين لحسم المنازعات الدولية والاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال وتأهيل الكوادر الوطنية من قضاة ومحامين ورفع اسم البحرين عاليا في مجال حسم المنازعات التجارية الدولية. نعم، المحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، شكرا جزيلا لك.